الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اخويا يوسف. مرحبا. اي صافا بخير. يا غالي سمحت لي، بارك الله فيك. مرحبا بك. انا اتصلت بك ديك الخطره من تاروزان. اي وكنت اتصل بها ما كتجاوبش. شنو الاسم ديالك؟ مصطفى. اش من مدينه؟ تاروزان. شحال في عمرك؟ 36. اي وهذا الانسان شنو الاسم ديالها؟ رجاء. رجاء. رجاء ولا رجاء؟ رجاء. رجاء. زيد. شنو المدينة؟ طنجة. سن 28. 28. وشحال انت معاها؟ ديجا دويت مع خوتي. ما عقلتش. ما نعقلش بطبيعة الحال. نعاود نذكرك المهم يلا شي ثلاث شهور هذه ديال تعرفنا ذاك الطاج ديال الاخ يوسف. شنو الاسم؟ شحال انت معاها؟ شحال انت معاها؟ يلا شي ثلاث شهور تقريبا. اوكي اعطيني الرقم ديالها. 06. اها اها 55. باقا مشيت ليها، ما تقدرش نقولها لك. خوت اللي عندهم 7 تقل 18 عام ما يصونيوش، واللي مزوجين لا. الو الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا، الانسه رجاء هذه. تحياتي لك اختي العزيزه. صافا بخير؟ ما كنسمعكش، الصوت عندك بعيد بزاف. الانسه رجاء هذه. نهار كبير هذا. صافا بخير؟ العائله والاحوال ديالك كلشي مزيان؟ الحمد لله. معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. مرحبا. ديجا مفرجه في البرنامج ديالنا ولا لا؟ مرحبا بك، نهار كبير هذا لاله رجاء. بارك الله فيك. الله يكبر بك. رجاء من مدينه طنجه، العمر ديالك 28 سنه. تحياتي ليك. نهار كبير هذا رجاء ملي راكي ضيفه معنا. بارك الله فيك اخي. ياك صدمه قويه. الله يحفظك. أنا صار رجاء هذا واحد السيد من طنجه اتصل بالبرنامج ديالنا، هو اللي عطاني الرقم ديالك وهذه المعلومات باش نتصل بك. وي قال لي بلي انتي وياه في علاقه حب مع بعضياتكم. او نعم، في طنجه. في طنجه. وعنده شي سوربريز بغى يقولها لك، وهو دابا حاليا معنا على المباشر في الاستماع. ندوزو لك رجاء. اوكي قبل ما ندوزوك، شكون هو هذا الانسان اللي جا في بالك حاليا وعلي الصوت ديالك واحد شويه؟ اها علي غير الصوت ديالك واحد شويه حيت بعيد. قلت انا بصراحه ما كنعرفش شي واحد في طنجه. اها قصر الكبير نواحي. لا اه دايره شي علاقه حب في حياتك ولا لا؟ عندي ولكن من انا نواحي ما عنديش. انا اصلا بصراحه شنو بلاصه فين كاين؟ شنو بلاصه فين كاين؟ فين كاين؟ هي بعيد عليك. فين كاين؟ شنو السميه ديالو؟ علاش نقول لك؟ وانت قولي عادي، راه دابا المكالمه غير بيني وبينك. واخا عارف كيسمع كان بيني وبينك. لا لا، الا دخلتي اللايف غتلقاي المكالمه دابا غير بيني وبينك. احياك يا اخي، كنهضر معاك. كوني هاني كوني هاني رجاء. دونك ها واخا رجاء. شنو شنو قلت لك؟ شنو الاسم ديالو؟ ما عندك حتى شي علاقه كاع بغيتي تقولي؟ وين انت كانت عندك اخر علاقه تقريبا؟ شحال يكون داز عليها؟ وربما هو اللي اتصل وبغى يرجع معاك. علي صوتك عفاك، ما كنسمعكش مزيان. انا قلت لك انا ما عندي حتى شي علاقه. اها وامتى كانت عندك اخر علاقه؟ ما كانش عندي اصلا. ساليت شحال هذه؟ ايه هذيك العلاقه اللي ساليتي شحال يكون داز عليها ديال الوقت؟ 6 شهور، شهرين، عام؟ كثر. شنو كان الاسم ديالو؟ ما كنتش عاقله.
دونك من غير هذاك ما كاين حتى شي علاقه حب في حياتك؟ دونك الا قلت لك بلي واحد السيد دابا اتصلوا باغي يتزوج بك ما كتعرفيهش تقبلي ولد الناس وقيتي فيه المواصفات اللي كتبغي تقبلي به ولا لا؟ ما نقدرش. ها ما نقدرش. علاش انسيتي طوان وطنجة؟ الا كان شي انسان في اي مدينه مثلا دابا ولقيتي فيه المواصفات اللي بغيتي وبغى يتعرف عليك وناوي معاك الحلال، علي صوتك رجاء، علي الصوت ديالك بعدا، علي صوتك. انا عندي عزيز بصراحه. الله يحفظك ليا. عندي عزيز والله العظيم، ولكن ما تخدم لي الصدمه دابا. ما تصبغيني الله يرحم الوالدين. عندي عزيز حتى نتوما كاملين عزاز. دونك دابا انت حاليا ما دايره حتى شي علاقه في حياتك؟ لا اخي. تكلم استاذ. كتسمعني يا صديق بخير؟ كتسمعني ياك؟ الو. خليك معايا، خليك. هاهم اللي ولاو الرجال يحشمو صافي. ايوا قلبت الايه اصلا. ها؟ قلبت الايه. ما كذبتيش. تليفون وكاع طفاه. خلعتي الراجل. رجاء، كتعرفي شي واحد سميتو مصطفى متارو دانت؟ ضروري. كيفاش ضروري؟ مرة كيدير لي الصدمة، ما بغاش يبعد من هذا الطاير. اه؟ شي عند المخ. اش؟ شي عند سالي وعلى هذا الخبر اللي كيدير معايا، شحال مرة كيدير لي فهاد اللايف. ما بغاش. مصطفى قالت لك عاود مخك، شنو تبغي تقولي لمصطفى؟ انا غنهضر معاه. يلا تحياتي ليك. غنوري على الخساره كيتفاهم معايا. يلا الله يعاونك. الو السلام عليكم. الو. وي السلام. وعليكم السلام. صافا بخير؟ الحمد لله. مرحبا، شكون معايا؟ معاك وفاء. منين؟ من تمارا. شحال في عمرك وفاء؟ من باغا ديري هاد التاس؟ زهير من طنجة. شحال في عمرو؟ 29. شحال ونتي معاه؟ كنا 4 سنين هادي وكنا تفارقنا وعاودنا رجعنا. تكون دابا 5 سنين ولا 6 سنين؟ 5 سنين تقريبا. اوكي، عطينا الرقم ديالو 06. اها 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 عاود اوكي. يلا ما تهضريش حتى نقول لك صافي. المهم في الاخر ما تقولش لي سميتي. شنو نقول ليه؟ المهم غتواجهي معاه في الاخر ولا لا؟ اه اوكي. المرة الأولى ما جاوبش غنزيدك محاولة. ضيع لينا هذاك الخوت هذاك ياسين الوقت.